السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال، ونتمنى أيضا أنكم تكونوا في صحة جيدة. مازال ما نعشت 48 ساعة، وزائد هادشي هذا يعني كنت خدام 48 ساعة هذه، ومع ذلك راني مازال أمارش وناشط بخير وكل شيء في أحسن الحال، الحمد لله والشكر لله دائما. الساعة دابا كما كتشوفوا إذا بانت لكم هنا غتبان لكم، ما عارف شنو اللي غادي يبان لكم هنا دابا، واش غتبان لكم دابا الساعة؟ الساعة دابا 7:30 اللي هي 6:30 على حسب كل واحد فينا الساعة كيخدم. المهم دابا انا حاليا كنتواجد في المستشفى الجهوي او المستشفى الاقليمي ديال تطوان، و يعني جيت للمستشفى في البارح في الليل مع 12 ديال الليل، يعني الحمد لله الامور كانت في احسن الحال، والان اصبحت اب للطفل الثاني والحمد لله على كل حال. والله العظيم الى الهضره كتلف ليا حب، يعني بكثره الفرح ولله الحمد. نتمنى هذه الفرحه هذه يعني يحس بها جميع الشباب المسلمين ولا جميع الاباء المسلمين، واللي كيحلم بشي ولد ولا بشي بنت ولا بالاولاد، الله يرزقه والله يرزق الصحه والسلامه هذا اللي كاين. كما قلت لكم دخلنا البارح هنا في 12 ديال الليل جابتنا الامبيلونس. المهم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. حنا ملي مشينا للمستشفى ديال المدينه ديالنا ولا ديال المستشفى ديال الحي، قالوا لنا بان ما كاينش هنا الطبيب، وقالوا لنا المهم قالوا لنا المراه يعني عندها الولاده في هذه الساعه هذه، غدي بلاصه للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي بالامبيلونس. يعني جاتنا شويه كان شويه ديال التخوف، يعني حنا جاتنا في البال غتكون شي عمليه، غتكون شي ولاده صعيبه، المهم غير فحال هكا. ولكن الحمد لله كل شيء داز في احسن الحال ولله الحمد. الامبيلونس يعني حاول يزرب، حاول يزرب، وجينا في وقت يعني في الوقت المناسب، واعتنوا بالزوجة الأطباء أن جزاهم الله خيرا، وكانت الأمور كلها في أحسن الحال ولله الحمد، والولادة كانت عادية ولله الحمد، وهذا الشيء اللي كاين. المغيس بارطاجي معكم هذه الفرحة ديالي، وبالمناسبة يعني كما قلت لكم تزاد لي الولد، فراني فرحان بزاف، بغيت بارطاجيها معكم. ما نبارطاجيوش معكم غير شي حاجه اللي هي خايبه، نبارطاجيو معكم حتى الفرحه ديالنا. شكرا لكم بزاف، وهذا الفيديو يعني كنديرو على يعني المحبين ديال مصطفى الشيبا. وما تنساوش تخليو ليا الاسماء اللي بغيتو، يعني شي اسماء مزيونه ان شاء الله في الكومنتير، باش نختار شي اسم اللي يكون زوين ان شاء الله بحول الله، ونسمي به الولد ديالي ان شاء الله بحول الله. ومرحبا بكم كاملين الاسبوع، كاع اللي غيشوف هذا الفيديو هذا مرحبا به، وهذا الشيء اللي كاين. المهم نخليكم مع بعض اللقطات. والله العظيم الا يعني كنت موتر شويه، ولكن مع ذلك يعني التليفون في يدي في كل مره كنشد شي لقطه، ولله الحمد. الحمد لله الامور كلها دازت بخير، والله سبحانه وتعالى ما خيبناش، وقف معنا، وقف مع الزوجه ديالي، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله. المهم السلام عليكم. والله العظيم انا راه تلف لي الهضره حيت فرحان بزاف، الحمد لله والشكر لله. المهم نخليكم ونتلاقاو في شي ساعه ديال الخير ان شاء الله بحال الله.